مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده مميزه خاصه بحضراتكم وبالمقرمشات اللي طلبتوها مننا. ان شاء الله هنعمل النهارده مقرمشات لطيفه جدا بنجيبها كلنا من المقله، ولكن اصبحت دلوقتي يعني ايه بتبقى غاليه علينا شويه، وانا شايفه انها سهله وبسيطه ونقدر نعملها في البيت. خلينا نقول بسم الله ونبدا اول وصفه معانا. عايزين نعمل السوداني المكرمل. الولاد بيحبوا طعم السكر، ففي نوعين من السوداني بيتباع. المكرمل ده ما بيتباعش يعني في الاسواق او في المقله، لكن في منه في الاماكن السوري محلات السوري. احنا بقى هنعمل المكرمل اللي هو فيه نسبه سكر، وبيتباع بره كمان السوداني اللي بالشوكولاته متغلف بالشوكولاته، وده مفيد جدا. طبعا السوداني يعني كنوع من انواع المقرمشات هو مغذي جدا ومفيد جدا للولاد. تعالوا بقى كده نقول بسم الله ونبدا الوصفه. وصفه بسيطه وسهله جدا. عندي نص كيلو من الفول السوداني انا جايباني ولكن بقشره، خلاص. وعندي كوباية سكر وعندي كوباية مية ورشة فانيليا ورشة قرفة حسب الرغبة. إذا أنتوا حابين تطعموه ماشي، مش حابين إلغوا القرفة خالص وكأنها مش موجودة. طيب أول خطوة لازم أعملها عشان تساعدني في أن السوداني يطلع معايا جميل، أن أنا أديله تحميصة كده وأسخنه، عشان التسخينة دي هي اللي بتخليه يعمل إيه، يتقبل معايا السوائل والإيه وأي حاجة تانية هحطها. فأنا هعمل كده، هفرشه كده في الصاج واسمحوا لي هدخله الفرن. حراره عندي 180 متوسطه، هحطه هنا وايه ونهدي كده علشان يا دوب يسخن ويدفى، يعني عايزاه يدفى. بصوا عايزاه يبقى دافي كده وجميل. تمام بسم الله. وتعالوا بقى نروح هنا. ايه يا نودي قولي لي؟ بصوا بقى احنا طبعا السوداني خلاص بسيبه يدفى شويه، هديله وقته. السوداني ده من الحاجات الجميله جدا، كويسه قوي للانيميا، كويسه جدا لامراض القلب، مهم جدا انه بيخفض نسبه الكوليسترول الضار، بيمنع الجلطات، غني جدا بالمغنيسيوم وبالنحاس. عايزه اقول لكم يعني بيقلل من خطر الاصابه بالسمنه، لكن بناخده بالمعقول يعني بنسبه كويسه. عايزه اقول لكم كمان مفيد جدا لحصوات المراره، مفيد جدا، غني جدا بالالياف. الفول السوداني ده فيه نسبه الياف كويسه جدا، بيحسن من صحه الجهاز الهضمي بشكل كويس، ومفيد جدا للناس كبار السن لان هم بيقي الحمد لله يعني على الاستمرار بنسب كويسه من سرطانات المعده والعياذ بالله. طيب تعالوا بقى كده نبدا في الوصفه نفسها. قبل ما ابدا عشان انا محتاجه بس اسخن ده معايا وياخد وقته في السوى، بما اني هعمل الذره المقرمشه، الذره المقرمشه دي ليها محبيها. انا هستخدم النهارده الذره بتاعه الفشار، ذره الفشار المفروض بتتنقع وبعدين بغليها اديها نص سلقه. فانا جهزت ميه، هحط في الميه دي ممكن رشه ملح بسيطه قوي كده، وهنزل الذرة. انتوا انقعوها، انا يمكن عندي الوقت شويه يعني، فايه مش عايزاها تاخد وقت طويل، وهبدا اقلبها كده وهسيبها هنا الذرة تاخد تسويه كده، تتسلق نص سلقه عشان ابدا اعمل فيها الايه الخطوه الثانيه واحنا شغالين. يلا بينا بقى نبدا في وصفه السوداني بالكراميل. ايه يا نودي؟ يا بسم الله. طب ما انا هحط بقى التاني معايا. بصوا بقى عشان انا بما اني كمان هعمل المملح، بما ان احنا هنعمل مملح برضو هنحط برضو السوداني في الصاج في الفرن مع بعض عشان يطلعوا ايه يبقوا جاهزين. هحطه هنا عشان يلحق يسخن هو كمان ونشتغل عليه. خليني اشوف هنا كده سخن، بدأ يسخن اهو. يلا بينا يلا هنبدأ في المكرمل بقى. هنقلب بس ده تقليبة حلوة كده. أنا أول ما يسخن السوداني ده هاخده وهو سخن، نحطه ونحط معاه السكر في نسبة مية. احنا حطينا في المكرمل فيه كوباية مية، هاخد كده كوباية مية. بسم الله الرحمن الرحيم، وهوريكم الدنيا هتبقى ماشية ازاي. بصوا كده هنحط السكر والميه على النار. اول حاجه بسم الله، خليني ايه اخد ويسك كده جميل ده. بسم الله بسم الله، ناخد كوبايه ميه، كوبايه السكر،
ونبدأ نقلب. خليني أقلب سباتولا عشان ما أزعجش حضراتكم. ممكن بقى وأنا هنا بحط، بصوا التاتش القرفة الخفيف ده، أشعرها. بصوا في رشة فانيليا جميلة، نقطة تدي طعم جميل مع السكر ده. وهوريكم بقى هيحصل معاه ايه، نديله وقته عشان الحاجات دي بتاخد شويه وقت صغيرين. ما انا هديته حبيبتي، هديته، هاخد السوداني هو سخن بالفعل، هضيفه دلوقتي وهشتغل في المكرمل وقبل ما يسخن الايه المملح، وادفي برضو مكان الحله اللي هناك عشان تبدا تسخن معايا اقدر اشتغل فيها. الميه والسكر دول لازم يسخنوا، بصوا عشان لما اجي احط السوداني يدوبوا تماما. بصوا كده معايا مفيش هنا ولا نقطه سكر من بلورات، السكر موجوده خالص اهي خالص. مهم قوي الموضوع ده. السوداني المكرمل ده مش هتلاقوه في المقله، لكن خليني ارفع ده لفوق شويه ولا خليه هنا كده. هاخد بقى ده سخن، لازم يبقى سخن، وهنضيفه هنا ونعلي بقى النار كده معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجات بسيطة في البيت بس والله نتيجتها تحفة. وهنبدأ نقلب، هيبدأ يتشرب بقى من المية اللي بالسكر اللي احنا حطيناها وشوية الفانيليا دي. وطبعا السوداني عارفين زي حلاوة المولد، لازم أدفي النوع المحمصات أو المكسرات، أدعم الزيوت اللي فيها وابدا احفزها انها تستقبل اي حاجه هتضاف عليها فتتقبلها. هعمل لكم ان شاء الله حلقه مميزه جدا بعدين، مش هقول لكم عن ايه، لكن عن اصناف في المقرمشات غاليه جدا في النطس، خصوصا اللوز بشكل جميل، وبتتعمل باشكال كتيره جدا بالشوكولاته، بتتغلف وبحاجات حلوه ان شاء الله نعملها مع بعض. هنا انا حاطه الذره، خليني اعلي بس هنا النار عليها عشان تبدأ تنفش شوية وتتسلق كويس. وبصوا هنا شغالة على السوداني اهو، احلى حاجة فيه انه بيبقى بقشره كده وهو ني، انا شارياه مش محمص، شارياه ني بالقش. وبعدين ابدأ انا احمصه حاجة بسيطة، مش بسيبه لما يتحمص تماما، يعني ما يوصلش للمرحلة اللي هو نقدر نقشره، لا عايزة القشرة تبقى متماسكة عليه خلاص. وبعدين هبدأ نغلي بقى الحاجات الحلوة دي لحد ما يبدا يتشرب الميه دي كلها. خليني بقى اخلي النار دبل، ايوه. وبعدين ايه، وهجهز هنا الحله برضو، هبدا في المملح مع حضراتكم. سخن هنا برضو كده، وهنا الذره بت ايه، طبعا دي بارقام شويه بقت عاليه، حتى المقرمشات بقت غاليه شويه، سواء سوداني او انواع منه يعني، أو الدورة المقرمشة وبيعملوا منها علب كده صغيرة، أو أنتوا لو هتجيبوا من المقلة فبتطلبوا تمن أو ربع أو على حسب، بس طبعا يعني لو إحنا أسرة كبيرة مش هتكفينا، فأنا أحسن لي أجيب لي كيلو سوداني وأعمل منه اللي أنا عايزاه، أطلع لي منه ثلاث أربع أصناف حلوة وأعمل لي منه شوية بالشوكولاتة. بس اللي بالشوكولاتة لازم يبقى كده، يبقى من غير قش، يعني متحمص ومن غير قش، عشان يبقى خلاص ناخد الطعم الجميل فيه أهو. بصوا بقى بدأ ينزل لون المية، أولا فيها فانيليا وفيها بدأ لون السوداني كمان، بدأ ينزل بقى كل الحاجات الحلوة اللي فيه. هنبدأ نسيبه كده لحد ما المية دي تتشرب تماما، تغلي وتتشرب. ونشوف بقى الناحية التانية هنا، هجهز برضو بولة أحط فيها شوية مية وأحط فيها الملح كده، وهدوب فيها شوية ملح عشان أجهز السوداني المملح. هنا الأول المكرمل اللي احنا حطينا له قد إيه؟ حطينا له نص كيلو من الفول أو ربع كيلو على حسب. أنا لو النص كيلو هنحط له كوباية سكر وكوباية مية وفانيليا وممكن رشة قرفة حسب الرغبة. دوبت المية بالسكر الأول على النار وحطيت رشة الفانيليا ورشة القرفة، وبعدين بدأت إيه أحمص شوية أو أسخن السوداني بتاعي اللي هو الني اللي ليه قشرة في الفرن لما سخن، لكن ما سبتوش لما تتفصل القشرة عنه يسخن بس، وبعدين جبته أحطه هنا لأن أنا محتاجة القشرة بتاعته. طيب هنا بالنسبة بقى للذرة، خليني أبص على السوداني ده سخن ولا لأ. بسم الله سخن وبقى تمام أهو ما شاء الله. أدي السوداني اللي احنا هنستخدمه للمملح، السوداني مملح عايز ملح وميه بس. شوفوا حاجات بسيطه وسهله ولكن
احنا بنشتريها بتبقى غالية والولاد بيحبوا، واي فيلم في الدنيا عايزين نشوفه في مناسبة جميلة او في ويك اند او الولاد يعني يطلعوا من المود المذاكرة ويفصلوا شوية بيبقوا محتاجين حاجات تسليهم ويا ريتها تبقى حاجات مفيدة، فده بيبقى جميل جدا. طيب هنا انا حطيت الذرة اللي هي ذرة الفشار، بصوا كده عشان نعمل الذرة المقرمشة لازم تغلي وتنفش معايا كده هنا